بكل مكان من أجل فلسطين والأقصى والقدس وغزة وكل الأراضي المحتلة؟ فلماذا عندما جدت جد اكتفت بالكلام والإعلام؟ بل حتى كلامها هذه المرة ظهر مترددا، فغابت العنطريات وحضرت الحكمة وبدأ الحديث عن ضبط النفس والمراقبة عن كثرة. أين فيلق القدس وآلافه؟ أين حزب الله وشراسته؟ أين فصائل الحشد وقوافلها المتهافتة إلى سوريا ليل نهار؟ أين الجبهة الشعبية وشبيحتها؟ أين لواء القدس ودمويته؟ أين ميليشيات جيش بشار ومدافعه وبراميله؟ أم إنهم لا زالوا يبحثون عن طريق القدس في بغداد وحلب وإدلب ودمشق وبيروت وصنعاء؟ ألم ينتهوا بعد من قتل السوريين وتدمير بلادهم؟ أسئلة أكثر من بديهية تحتاج لإجابات هي على الغالب معروفة مسبقا. يرى البعض أن إيران آخر همها أن ترى تدمير مدينة سنية أخرى هي غزة، وأحد أهدافها القضاء على قوة عسكرية سنية أصبحت مرشحة لكي تخطف الأضواء منها ومن ميليشياتها الشيعية، حتى لو كانت هذه القوة السنية متحالفة معها. بينما يرى آخرون أن إيران أجبن وأذكى من أن تزج نفسها وأذرعها المدللة في محرقة جدية. وهل أنشأت حزب الله وصرفت عليه كل هذه السنين من أجل غزة وفلسطين، أم من أجل طهران وقم؟ أم إن كل ما سبق هو كلام عاطفي، وإن إيران أدركت أن المسألة اليوم أكبر منها بكثير، فلذلك تصرفت بدهاء واختارت التراجع والتكويع كعادتها في هذه المواقف، كما فعلت مثلا عندما اغتالت أمريكا رجلها الاستثنائي قاسم سليماني، فابتلعت الصفعة بصمت وكأنها لم تكن، مثل ما ابتلعت كل الضربات التي تلقتها من إسرائيل، حتى تلك التي جرت في عقر دارها وشملت اغتيال علماء نوويين وتفجير مراكز حيوية. ألا يؤكد هذا على الأقل أن إيران نمر من ورق؟ أم يثبت فرضية التآمر والتخادم بينها وبين إسرائيل ضد العرب؟ لكن ماذا عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قوافل إيران وقواعدها في سوريا، والتي كان آخرها اليوم الخميس عندما قصف الجيش الإسرائيلي مطاري دمشق وحلب لمنع هبوط طائرة قادمة من إيران؟ أيعقل أن كل هذا مجرد مسرحية متفق عليها بين الجانبين؟ طيب، إذا لم تكن مسرحية، فلماذا لا تذهب إسرائيل وأمريكا إلى الرأس هناك في طهران وتضربه بدل الاستقواء على الأتباع والحلفاء؟ أليس لافتا أن يسارع الأمريكيون والأوروبيون لنفي مسؤولية نظام الملالي عن أي دور في عملية طوفان الأقصى؟ أسئلة كثيرة لا تنتهي، فهل يمكن الحصول على إجابات مقنعة؟ معلش ما بيقدروا عرجالنا بنتكموا من الولاد، والله ما نترك دارنا احنا اهل البلاد. ما بيقدروا عرجالنا بنتكموا من الولاد، والله ما نترك دارنا احنا اهل البلاد. معلش كله في دا فلسطين، معلش لو سالت دموع العين، معلش تحت القصف واقفين، معلش احنا اللي منتصرين. معلش كله في دا فلسطين، معلش لو سالت دموع العين، معلش تحت القصف واقفين، معلش احنا اللي منتصرين. بنتي بعد 12 سنة جبتها الوحيد لي، استأشرت لكن في ده القد. لو قتلوا أطفالنا، لو هدموا البيوت، احنا بظهر رجالنا نوقف بوجه الموت. لو قتلوا أطفالنا، لو هدموا البيوت، احنا بظهر رجالنا نوقف بوجه الموت. معلش كله في ده فلسطين، معلش لو سالت دموع العين، معلش تحت القصف واقفين، معلش احنا اللي منتصرين.
نصرين. ما بيطلع من بلادنا ولا بيطلع من أراضينا ولا من دورنا. اللي بدهم إياه يسووه بدها صبر رغم القهر. خلوا العزايم فوق، الله وعدنا بالنصر مهما الألم بندوق. بدها صبر رغم القهر، خلوا العزايم فوق، الله وعدنا بالنصر مهما الألم بندوق. معلش كله فدا فلسطين، معلش لو سالت دموع العين، معلش تحت القصف واقفين، معلش احنا اللي منتصرين. معلش كله فدا فلسطين، معلش لو سالت دموع العين، معلش تحت القصف واقفين، معلش احنا اللي منتصرين.